صحة وسعادة. السلام عليكم أعزائي المستمعين، صباح الخير والتميز، صباح النور والسرور، صباح وطن نعمل بكل إخلاص وتفاني من أجله، صباح مميز على الإمارات وعليكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. نواصل فقرتنا أعزائي المستمعين والمتابعين ضمن أجواء مميزة وضمن احتفالات اليوم الوطني واحتفالات 50 لدولة الإمارات العربية المتحدة. هذه الاحتفالات المفعمة بكل الأحاسيس والمشاعر الوطنية، مشاعر العز والفخر بدولتنا ووطننا ووحدتنا وخمسة عقود ميمونة من الإنجازات والازدهار. 50 عاما مضت وخمسة عقود أخرى نتطلع فيها للمستقبل ومستقبل أفضل وغد مشرق. يسعدنا تواصلكم وتفاعلكم معنا ومع ضيوف حلقاتنا على الرقم 600-55-1414 أو من خلال الرسائل النصية القصيرة 4006. وأنا معاكم أطيب التحيات، محدثتكم أسماء الجناحي. في حلقتنا اليوم نتكلم عن أهم الأخبار اللي تناولتها صحفنا اليوم، وأيضا فقرة مهمة عن المرأة الإماراتية ومهنة الطب، وفقرة أخرى عن الفرص المتاحة للمرأة الإماراتية والتحديات. تابعونا. بداية حلقتنا اليوم نبأ سار يواكب أجواء بهجة اليوم الوطني 50، والخبر يقول: أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي بتخصيص وبدء توزيع 2000 قطعة أرض للمواطنين بشكل فوري في منطقة وادي العمردي والعويرة الثانية، وتخصيص مجمع سكني متكامل للخدمات قرية الأسرة في منطقة المحيصن الرابعة للأسر غير الممتدة وأصحاب الحالات الفردية، وإعفاء أسر المتوفين من سداد قروض إسكانية بقيمة 33 مليون درهم. يأتي توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ضمن برنامج إسكان المواطنين الذي أعلن عنه سموه العام الجاري، بهدف توفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم الذي يلبي احتياجات الأسر المواطنة. كما تأتي توجيهات سموه تزامنا مع احتفالات الدولة بعام 50، وتأكيدا على حرص القيادة الرشيدة على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أهمية ملف إسكان المواطنين، والذي يأتي في مقدمة أولويات حكومة دبي ويحظى بمتابعة خاصة. وقال سموه: كما وعدنا سيبقى ملف إسكان المواطنين ضمن متابعتي المباشرة وإشراف حمدان ومكتوم. ونأتي إلى فقرة قنوات التواصل الاجتماعي، ومحور الحديث في قنوات التواصل الاجتماعي من يوم البارحة من وقت الإحاطة وحتى الآن هي الجرعة الداعمة من لقاح فايزر بيونتك. هيئة الصحة أعلنت في قنوات التواصل الاجتماعي تابعة لها عن إتاحة الجرعة الداعمة من لقاح فايزر بيونتك للفئة العمرية 18 سنة فما فوق، وذلك بعد مرور 6 أشهر من الجرعة الثانية. خلينا نعطيكم بعض المعلومات عن الجرعة الداعمة للقاح فايزر بيونتك. الجرعة الداعمة تشترط مرور 6 أشهر من الجرعة الثانية. أيضا بس نأكد أن التطعيم في مراكز هيئة الصحة بدبي من خلال المواعيد المسبقة، وكذلك يمكن الحجز من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي اللي هو DHA أو من خلال مركز الاتصال 800-342. نعطيكم المراكز اللي توفر الجرعة الداعمة في دبي، وهي مركز وان سنتر للتطعيم كوفيد،
ونحن ننوه أن آخر يوم عمل مركز وان سنترال بيكون تاريخ 16 ديسمبر. كذلك مركز القرهود للياقة الطبية ومركز الكرامة للياقة الطبية ومركز زعبيل ومركز المزهر ومركز البرشاء الصحي وكذلك ند الحمر ومركز قاعة البيت متوحد في منطقة الورقاء. المستندات المطلوبة عند الحضور لمراكز التطعيم التابعة لهيئة الصحة وايد مهم، لأن التطعيم متوفر للفئات مثل ما قلنا 18 سنة فما فوق الجرعة الداعمة إذا كانوا مقيمين في دبي أو المواطنين في الدولة. المواطنون يحتاجون إظهار بطاقة هوية إماراتية عند الحضور إلى مركز التطعيم. حاملو إقامة دبي يحتاجون بطاقة هوية إماراتية، صورة الجواز والإقامة. بالنسبة للقاطنون في دبي وحاملين إقامة إمارة أخرى، يمكن بس يعني يحتاجون يثبتون ما يثبت إقامتهم في دبي، بطاقة الهوية الإماراتية وصورة الجواز. صورة الجواز وايد مهمة، لأن بطاقة التطعيم تحتوي على رقم جوازكم، فصورة الجواز جدا مهمة ورقم الجواز وايد مهم. هناك بعض الأسئلة اللي وصلتنا في قنوات التواصل الاجتماعي، بالأخص للأشخاص اللي خذوا تطعيم لقاح أسترازينيكا. اللي خذوا لقاحي أسترازينيكا أيضا يستطيعون الحصول على لقاح فايزر بيونتك كجرعة داعمة بعد مرور 6 أشهر. أيضا من ضمن الأشياء اللي اليوم راح تكون موجودة في إكسبو 2020، إذا كنتم موجودين هناك ساهموا في إنقاذ حياة الأشخاص الذين يحتاجون إلى دم. يمكن ذلك من خلال حافلة التبرع بالدم، وبتكون موجودة في إكسبو دبي 2020 في ساحة 2020 اللي هي يسمونها بلازا 2020. بيكون الباص موجود أو بيعمل من الساعة 3 إلى الساعة 10 مساء. كل الأشخاص اللي يقدرون يتبرعون بالدم، هاي يعني هاي حملة اسمها حملة الدم الوطني، هي حملة وطنية نعمل فيها مع خدمة الأمين والإمارات اليوم، وكانت ممتدة من عدة أشهر تقريبا من شهرين، وحفلنا موجود أيضا هناك اليوم في تاريخ 29 اللي هو اليوم الساعة 3 في إكسبو. اللي يقدر واللي عنده القدرة على التبرع بالدم ننصحكم بالتوجه إلى إكسبو والتبرع بالدم، حافلتكم موجودة هناك والأشخاص اللي يحتاجون دم بانتظاركم. تقريبا هالأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، ونهن بنظهر فاصل وبنرجع لكم مرة ثانية، خليكم ويانا. صحة وسعادة. حياكم الله مرة ثانية معاكم في برنامجكم صحة وسعادة. يزخر القطاع الصحي في الدولة بشخصيات قيادية وتنفيذية وإشرافية في مختلف التخصصات، ولهذه الشخصيات خبرتها وكفاءتها ونجاحاتها التي أثبتت من خلالها أنها قادرة على خوض في جميع المجالات ومنها المجالات الدقيقة. وفي أجواء احتفالنا باليوم الوطني 50 يسعدنا أن نسلط الضوء على ما حققته المرأة الإماراتية من تفوق في القطاع الصحي، ويسعدنا أن تكون معنا في هذه الفقرة الدكتورة مريم عبد الكريم الريسي المدير التنفيذي لمستشفى دبي، نتعرف معها إلى ما وصلت إليه المرأة وما أنجزت في مختلف المواقع والميادين بشكل عام وفي مجال الطب على وجه التحديد. مرحبا بك دكتورة. هلا ومرحبا أخت آمنة، صباح الخير عليك وعلى مستمعين إذاعة نور دبي. نسألك دكتورة، منذ قيام الدولة قبل 50 عاما وحتى اليوم ومكتسبات المرأة الإماراتية تتواصل، هل لك أن تحدثين عن بعض من هذه المكتسبات؟ أكيد أخت آمنة. طبعا في البداية أحب أهنيكم جميعا بالعيد الوطني 50 لدولتنا الحبيبة، فكل عام وانتم بخير، وكل عام واحتفالاتنا تتواصل بعام جديد من عمر دولتنا ويوم وطني عزيز علينا كلنا نتذكر فيه الآباء المؤسسين. وفكرة الاتحاد اللي تحولت اليوم إلى دولة متقدمة مزدهرة ضاهي كل الدول المتقدمة في حضارتها ومكانتها اليوم في الصفوف الأولى مع كل الدول. طبعا في الحديث عن مكتسبات المرأة في ظل الاتحاد،
الكلام فيه يطول. فمثل ما انت تعرفين اختي آمنة المكتسبات كثيرة ما نقدر لا نعدها ولا نحصيها ولا حتى لا حلقة ولا حلقات. بس طبعا احنا ما ننسى اهتمام ودعم الوالد المؤسس الشيخ زايد الله يرحمه للمرأة الإماراتية كشريكة للرجل في عملية التنمية والحضارة من بداية الاتحاد. وطبعا مع قيام الاتحاد كانت فيه هناك رعاية خاصة من قيادتنا الرشيدة للمرأة من خلال سنوات حياتها الأولى من مرحلة الطفولة، طبعا مرور بالتعليم المتميز، الإعداد والتدريب، ووصول اليوم لتمكين المرأة في كل المجالات وفي كل التخصصات، وطبعا على صعيد كل المستويات. طبعا سواء اليوم نشوف المرأة الإماراتية نشوفها قيادية، نشوفها في مجالات إشرافية تنفيذية، وهالاهتمام طبعا هو اللي زاد المرأة الإماراتية ثقة وأكسبها اليوم الحافز على أنها تنجح وتتفوق أكثر وأكثر. أكيد دكتورة، دعم قيادة دولة الإمارات للمرأة الإماراتية يعني مفخرة دكتورة، هو اللي أنجب لنا يعني نساء يعني يعملون بكل طاقتهم لخدمة هذا الوطن. دكتورة نحن تكلمنا عن المرأة الإماراتية، وما ننسى أيضا زميلتي أسماء الجناحي موجودة معي أيضا في تقديم البرنامج. دكتورة جناح إكسبو، في إكسبو 2020 هناك جناح خاص بالمرأة، فهذا يدل على شيء، يدل على اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بالمرأة على الوجه وجه التخصيص، ويعني عطتها كل هذه الاهتمامات، وهذا ما أثمر يعني وأنتج نساء قياديات. طبعا بالفعل أخت آمنة، اليوم إحنا المرأة الإماراتية في نشوفها في كل المجالات، ما في مجال أينما وجد الرجل اليوم بنشوف المرأة بجانبه. بالضبط دكتورة، أيضا ما ننسى أنك تتولين حاليا منصب المدير التنفيذي لمستشفى دبي، هذا المستشفى يعتبر من أهم المستشفيات في إمارة دبي وفي دولة الإمارات على يعني على مستوى الإمارات. إذا بنتكلم هذا المستشفى يعني له سمعة طيبة وشهرة، وهل يعني بصفتك يعني مرأة تعمل في هذا المجال، هل ترين دكتورة هناك تحديات في هذا المنصب أو تشوفين أن هناك مشقة؟ فشو رأيك دكتورة في هذا الحديث؟ يعني طبعا اختيامنا اليوم التحديات موجودة في كل مكان وفي كل وظيفة أكيد، وكل منصب فيها تحديات. أهم شيء إحنا اليوم اللي هو الإنسان يتسلح بالعلم والمعرفة في المجال الإداري، في المجال الإداري الطبي. العمل الميدان الطبي بحد ذاته يعين القيادي لما يمسك دور إداري أنه يعيد الخطط والاستراتيجيات ويتخذ القرارات المناسبة. نعم. فطبعا هي التحديات إحنا نعتبرها في الحقيقة فرص نرتقي بها ونكتسب بها خبرات ونطور مهارات وننطلق منها لتحقيق المزيد إن شاء الله من الإنجازات. فدائما تظل التحديات اليوم فرص للتطور. أكيد دكتورة، نحن دائما عندنا في بلادنا التحدي ناخذه كفرصة. يعني عبد الله الشرهان أمس تكلم ويانا يقول أنا أحب التحدي، يقول لو ما وجدت هالتحديات أنا ما بيكون عندي فرصة أني أبدع، أني أنطلق، أني يعني أبرز نفسي في هذا المجال. فلازم يكون هناك دكتورة أكيد تحديات في كل مجال، وفي كل يوم الواجه الشخص يعني يواجه أيضا تحديات في يومه، لكن عليه الاستمرار لتقديم الأفضل. إذا دكتورة بنتكلم يعني نقول إحنا نعتبر التحدي شو؟ نبض الحياة. بالضبط، يعني إذا نقول أقرب تحدي، طبعا دكتورة جزاها الله خير اليوم أسماء الجناحي جت للبرنامج وقدمت الفقرة الأولى من البرنامج بدلا عني، وهذا طبعا لظروف المرأة الاستثنائية. يعني نحن نعيش أجواء احتفالات، والمرأة بالذات عندها يعني أطفال وعندها مهام كبيرة بجانب مهامها أيضا العملية، ولكن التعاون وروح الفريق الواحد وأنه يكون للشخص مسؤولين الحمد لله متفهمين
وقادرين يعني. أنا ما مدح جسمة لأن ياسهني بس لأن صحيح لأن والله اتصلت فيها يعني يمكن قبل البرنامج بأقل من نص ساعة. فجهود أسماء أيضا مشكورة لأن لولا وجود مسؤولين متفهمين لولا وجود يعني فرق عمل تساعد بعضها يمكن المرأة الإماراتية أو أي مرأة في مجال العمل بتواجه صعوبات أنها يعني توفق بين مسؤولياتها كأم ومسؤولياتها العملية. نحن نعيش أجواء احتفالية رائعة وحرام بعد ما نشارك الأهل هالاحتفالات. وهذا دائما يأكدون عليه شيء وإحنا روح الفريق الواحد. نحن كنا نشتغل لهدف واحد لدولة واحدة. بدون التعاون ما راح نوصل لمكان مثل ما يقولون إيد واحدة ما تصفق. بالضبط. فنحن دكتورة أخذت أي أسمى توني كان عندي ميتنج اليوم مع الفريق قلت بالضبط نفس الجملة إيد واحدة ما تصفق. صحيح. دائما روح الفريق من أهم أساسيات النجاح في العمل. نعم دكتورة. فهذا اللي نحن نقوله كل وقت وفي كل وقت حتى نحن ربما خلف كواليس إعداد برنامج صحة وسعادة عندنا تحديات. دكتورة ما نروح بعيد يعني أنت أمس كنتي في أكبر تحدي يعني نسقنا يعني هذا اللقاء في غضون ساعات يمكن أمس ساعة 10 في الليل دكتورة أنا كلمة اللقاء يعني تم تجهيزه. ولكن نحن نقول دائما المدراء التنفيذيين في هيئة الصحة في دبي والموظفين أيضا دائما نحن التعاون وروح الفريق الواحد وما يمنع أن نحن احتفالا باليوم الوطني نضحي ونخصص وقت لإبراز جهود مستشفياتنا أيضا. دكتورة هناك يمكن يسمعون طالبات يدرسن الطب أو أي مجال آخر شو بتكون نصيحتك دكتورة وأنت تعيشين هذه التجربة وهذه التحديات شو تقدمي لها نصيحة إذا كانت حابة تخوض المجال العملي في دولة الإمارات؟ طبعا أنا أشجع كل الطالبات المتفوقات إنهم بالفعل يدخلون في مجال الطب. إحنا جميعا نعرف أن الطب عبارة عن رسالة نبيلة عبارة عن مهنة إنسانية جميلة. أنا دائما أقول أنا اخترت الطب لأن أحب أتعامل مع الناس أحب أيسر أمور رب العالمين عشان رب العالمين ييسر لنا أمورنا. دائما في الطب الإنسان مجرد الشعور أنك تساعد إنسان أنه يتخطى أزمة أنه يعالج مرض هذا بحد ذاته يعطي للإنسان شعور بالسعادة. فطبعا أقول أشجع كل الطالبات أن احلمي أنك تكونين في يوم ما دكتورة متميزة وامشي وراء حلمك وحققي حلمك ولا تتركينا. الدولة اليوم محتاجة للمتفوقات محتاجة للمبدعات في كل التخصصات وخصوصا في تخصص الطب. احنا طبعا عارفين وعلى مستوى الدولة نسبة الطبيبات المواطنات قليل جدا. نأمل ان نوصل نكون نسبتنا 50% او 70% الى ان ما نوصل 100%. ومو صعب سواء اليوم في الشغل ما في فرق بين المرأة او الرجل. تقدر الطالبة الإماراتية اليوم تحقق حلمها وتوصل. وهالمجال ينتظر كل طالبة مواطنة متفوقة تتطلع أن يكون لها مستقبل أفضل يكون لمجتمعها ولدولتها مستقبل أفضل. فأنا جدا مثل ما يقولون برو ميديسن وأشجع الناس بالفعل تدخل الطب. دكتورة نحن انتي بعد قبل ما تكون مدير تنفيذي انتي اصلا طبيبة متخصصة كذلك يعني كنتي بعد في دمنا هذا فيعني نحن ايضا نفتخر بمدراءنا التنفيذيين بتخصصاتهم والتخصصات اللي هم كانوا يشتغلون فيها. والحين بعد كمدير تنفيذي للمستشفى متخصص في امراض تخصصيه هذا ايضا يعني اكبر واكبر. شكرا دكتوره مريم وجودك معنا فعلا فعلا استانسنا ونحس بالفخر ان نحن نسمع يعني اجابات من مسؤولينا خصوصا من المراه الاماراتيه القائده. مشكوره ومشكوره اختي امنا وتسلمون على هذا البرنامج الطيب وان شاء الله بيكون لنا لقاءات مستقبليه باذن الله ان شاء الله. وكل عام وانتم بخير. وانتي بخير دكتورة. شكرا لك. تسلمون. مع السلامة.
أسماء سعيدين بهذه الأجواء الجميلة والاحتفالات الرائعة وكذلك المفخرة لنا كنساء إماراتيات على هذه الإنجازات. نحن لو كان اسمه عدد الأطباء مثل ما ذكرت أو الطبيبات يعني في دولة الإمارات قليل، ولكن القليل هذا يعني دائما تشوفينهم متميزات، ما يكونون أي أطباء، يا يكونون أطباء في تخصص معين متميزين، يا حتى أنا الحين أشوف أنه قاموا يتجهون اسمه إلى كذلك العلاج الطبيعي، النيرسز، يعني التخصصات يعني قبل ما كنا نشوف فيها مواطنات. الصيدلة يعني كيف استانس يوم أسير أشوف الصيدلانية مواطنة، أحس شي بالانتماء أنه بتقول لي شو أسوي كيف أتصرف. فجميل هذا الشعور المتبادل بين كل أفراد المجتمع. نحن نسعد بكل يعني العمالة لدينا في دولة الإمارات العربية المتحدة سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين، دائما تحسين العنصر النسائي يسعد بالعنصر النسائي، يعني أي حرمة موجودة أسعد بها وأفرح بها، ولكن أيضا أفرح وأفرح أكثر يوم أشوف يعني مرأة مواطنة تخدم في بلادها وفي ظل يعني جميع الظروف. فأعزائي المستمعين ما بنطول عليكم الحديث لأن عندنا فقرة جميلة تنتظرنا بعد هذا الفاصل. بنستضيف معنا شخصية مهمة جدا، بتكون معنا إن شاء الله الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية وكذلك المدير التنفيذي لمؤسسة نور دبي. انتظرونا. صحة وسعادة. مرحبا بكم مرة ثانية أعزائي المستمعين، وحديثنا وفقرات برنامجكم صحة وسعادة في هالأجواء الجميلة نعيشها هاي الأيام، أجواء الاحتفال باليوم الوطني 50، ومع الفرص التي توفرها دولتنا بلا حدود لتحفيز أبناء الإمارات على التقدم والتفوق وتحقيق الريادة في مختلف المجالات وخاصة في المجال الصحي. نستضيف من اليوم الدكتورة منال تريم المديرة التنفيذية قطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي وكذلك المديرة التنفيذي لمؤسسة نور دبي لتحدثنا عن هذا الجانب المهم. مرحبا بك دكتورة منال. مرحبا فينا، أهلا وسهلا فيكم، صبحكم الله بالخير. يا هلا فيك دكتورة، صبحت الله بالخير والنور والعافية. أهلا وسهلا فيكم دكتورة. نحن اليوم أكيد في ظل احتفالنا باليوم الوطني سعيدين باستضافة يعني قائدة وشخص وامرأة إماراتية مميزة في دولة الإمارات العربية المتحدة. دكتورة، اللي خلاني أقول أنه لازم نستضيف دكتورة منال تريم مو لأني من أشد المعجبين فيك، يعني ما بأتكلم في هذا الجانب، ولكن لفتني جناح المرأة ووجودك هناك في جناح المرأة، يعني بصفتك يعني من مؤسسين مؤسسة نور دبي. دكتورة، إذا بنتكلم بداية عن مؤسسة نور دبي، هذه المؤسسة الخيرية اللي تركز أنشطتها داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، إذا نعرف المستمعين أنها مؤسسة تركز على مسببات العمى وضعف البصر اللي يمكن علاجها والوقاية منها. بنبدأ في الجانب الخيري، الجانب اللي تحرص عليه دولة الإمارات العربية المتحدة. أكيد كان لمؤسسة نور دبي إنجازات خلال هذه السنوات منذ نشأة هذه المؤسسة، فشو كانت دكتورة لو بنقول إنجازات المؤسسة منذ نشأتها؟ طبعا مثل ما تفضلت، في مؤسسة نور دبي أحد المؤسسات التابعة لمبادرات محمد بن راشد العالمية، الشيخ الله يحفظه، يعني من بدت مؤسسة المبادرات العالمية وهو كان حريص بشكل دوري ساعات سنوية ساعات أكثر من مرة بالسنة أن يطلق مبادرة إنسانية للعالم كله. طبعا نحن منذ صغرنا ونحن متعودين أن نشوف هذه المبادرات الخيرية يطلقونها شيوخنا وقادتنا الله يحفظهم، وأيضا يعني ربينا وكبرنا ونحن نشوف أن دولتنا الحبيبة سواء كانت ممثلة بقيادتها أو بشعبها دائما حريصين على مد يد العون والخير للعالم كله. طبعا مثل ما تفضلت، مؤسسة نور دبي أحد المؤسسات الخيرية العالمية، أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الله يحفظه في 2008 كمبادرة شخصية منه، وكان الغرض من إطلاق نور دبي
مثل ما نفهم من اسمها هو علاج العمى والإعاقة البصرية حول العالم. طبعاً ليش الإعاقة البصرية ومش أي أمراض ثانية أو إعاقة أخرى؟ لأن يوجد استراتيجية دولية أطلقتها الوكالة الدولية لمكافحة العمى، وهي أحد المنظمات اللي تعمل تحت منظمة الصحة العالمية لمسح أي مسبب للإعاقة البصرية يمكن علاجه أو الوقاية منه بحلول عام 2020 اللي نحن فيه الحين. وهذه الاستراتيجية مشارك فيها عدد كبير من الدول، أكثر من 38 دولة، وعدد أكبر من المؤسسات الخيرية اللي كانوا يعملون بجهد للوصول لهذه الغاية. لما يحمله الإعاقة البصرية، تحمله الإعاقة البصرية أو العمى من أثر كبير على تنمية المجتمعات ورقيها، وأيضا على اللي هي أهداف التنمية المستدامة. فنحن يعني دكتورة ذكرنا مثلا يعني ما شاء الله في جهود، في شوط كبير كان قبل، لكن ذكرنا تطلعات يعني المؤسسة للمستقبل، هل هناك يعني برامج أكبر وأكثر؟ أنا ما شاء الله أنت حتى قبل أقل من شهرين كنت بعد موجودة في دولة من الدول، فشو تطلعات أيضا المؤسسة للمستقبل؟ هي المؤسسة تشتغل على ثلاث محاور: الوقاية والعلاج والتثقيف أو التعليم. طبعاً نحن عندنا في كل دولة برنامج يخدم الدولة نفسها، يعني نحن ما نكتفي فقط ببناء المنشآت الصحية، ولكن نحن نقعد مع الحكومات ومع المؤسسات الخيرية اللي هي داخل هذه الدول والمنظمات الغير ربحية، ونشوف كل دولة شو تحتاج ونخصص لها برنامج خاص باحتياجاتها. لأن بعد مثل ما تعرفين الأمراض تنتشر في بعض الدول ما تلاقينها في دول ثانية، والاحتياجات تختلف من دولة لدولة. فعندنا مثلا في إثيوبيا برنامج الوقاية من مرض التراخوما اللي هو أحد مسببات الإعاقة البصرية هناك عندهم. هذا المرض مش متواجد مثلا في دول الخليج أو الدول العربية أو دول ثانية، فتكون برامجنا مركزة على احتياجات هذا الشعب أو هذه الحكومة. طبعا في الإمارات في عندنا برامج عديدة، منها علاج المصابين بأمراض العيون اللي تأمينهم الصحي ما يغطي علاج أمراض العيون، وعندنا بعد اللي هو المسح الصحي الشامل حق إمارة دبي للتعرف على مسببات أمراض العيون في هذه الإمارة، وعندنا أيضا اللي هي البرامج الوقائية مثل المسح في المدارس وفي الجامعات وفي الأماكن اللي يتواجد فيها العمالة، مثلا في عندنا مؤسسة تاكسي دبي، المواصلات العامة، وغيرها من المؤسسات اللي موظفينها يستفيدون من الفحص الدوري الشامل لأمراض العيون. نعم، فنقدر نقول دكتورة بأن مؤسسة نور دبي لا تعمل فقط على خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وإنما أنتم تعملون داخل الدولة وخارجها على حسب ظروف كل دولة، وعلى حسب مثل ما ذكرتي أيضا دكتورة معلومة يعني جديدة أنا أعرفها، أن مسببات العمى مختلفة على حسب المناطق على حسب الدول. نعم، لأن في عوامل كثيرة تأثر على صحة الإنسان، منها العوامل البيئية والوراثية والممارسات العامة يعني للمجتمعات، فنحن ننظر لكل دولة على حسب احتياجاتها ونضع الاستراتيجيات لهم. نعم دكتورة، إذا قلنا أن مؤسسة نور دبي تعمل خارج دولة الإمارات، كيف كانت يعني مبادرات هذه المؤسسة في ظل الظروف اللي كنا نمر فيها، وهل قدمتوا الدعم اللازم خلال 2020؟ هل واجهتوا تحديات؟ وأيضا أنت دكتورة على صعيد المرأة الإماراتية أو المرأة بشكل عام، واجهتوا تحديات ومشقة في السفر في ظل الظروف اللي كنا نمر فيها؟ طبعا مثل كل مؤسسة أخرى، طب كان لنور دبي أثر، كان للجائحة أثر كبير على خدمات نور دبي، لكن لله الحمد قدرنا أن نحن نتوصل لحلول مبتكرة في إيصال مساعداتنا، ونقدر نقول أن معظم برامجنا المستدامة ما تأثرت بشكل كبير. الحمد لله. مثل ما تقولين في أثيوبيا برنامجنا كان مستمر، طبعا مو بنفس التوجه، غيرنا التوجه، دخلنا الإجراءات الاحترازية في أثناء الإغلاق في 2020، كنا مركزين أكثر على البرامج اللي هي مش في المدارس، ركزنا أكثر على البرامج اللي هي فيها زيارات منزلية للمستفيدين
أو اللي فيها بناء للبنية التحتية للمجتمعات. ومن بعدها الحمد لله مع يعني مع قلة انتشار الوباء وكثرة التطعيمات قدرنا أن نحن نتوسع شوي بخدماتنا. مخيمتنا العلاجية أيضا يعني شهدت تغير كبير في طريقة تقديم الخدمات. يعني بدل ما كنا قبل أن نجيب الناس عندنا في المخيم عشان لفحصهم، صرنا نحن قبل المخيم بشهرين نتوجه لهم لمنازلهم، مدارسهم، الأماكن، حتى دور العبادة في المساجد، نفحص الناس، نتعرف عليهم ونعطيهم مواعيد أثناء المخيم لتلقي العمليات الجراحية والعلاج في المخيم. فما عدنا نتوجه للتجمعات الكبيرة، تغيرت طريقة تقديمنا للخدمة، صارت الطريقة أكثر محورها الإنسان وليس الخدمة بنفسها، فصرنا نحن نتوجه للناس بدل ما هم يتوجهون لنا. ونفس الشيء هذا شهدناه أيضا في ممارساتنا الصحية داخل دولة الإمارات. دكتور، كيف ممكن الأشخاص يقدمون الدعم؟ كيف ممكن يتبرعون؟ في SMS خاص في لنور دبي، فكيف ممكن الأشخاص يقدمون الدعم للمؤسسة؟ طبعا مؤسسة نور دبي تقبل دعم الأشخاص اللي هم حابين أنهم يساهمون فيها بطرق مختلفة، وليس فقط عبر التبرع بالمال، ولكن أيضا التطوع بالجهد وبالوقت نحن نرحب فيه. ففي عندنا برامج مثل ما تفضلتي داخل الدولة، وفي عندنا برامج خارج الدولة. داخل الدولة للأشخاص اللي يمكن يجدون صعوبة في السفر في هذه الفترة، أو للأطفال مثلا، فنحن نقدر ناخذ طلاب المدارس يتطوعون معنا في مكاتبنا الأعمال المكتبية، أو أيضا في الأعمال الميدانية اللي نحن نقوم فيها في دولة الإمارات وفي إمارة دبي. وأيضا اللي حابين أو عندهم القدرة أنهم يسافرون معنا للدول المختلفة، نحن نقدر ناخذ متطوعين. هذا للجانب التطوعي، وممكن التواصل مع مكتب نور دبي للاستفسار أكثر عن خدماتنا. أما بالنسبة للتبرعات النقدية، فممكن عن طريق الاسمس، ممكن للشخص أن يتبرع حتى لو بمبلغ بسيط جدا، عبارة عن 50 درهم، عن طريق الرسائل النصية القصيرة، سواء كان عن طريق اتصالات أو عن طريق دو. وفي طرق أخرى ثانية ممكن للشخص أن يتطوع أو يتبرع فيها عن طريق الويب سايت مالت نور دبي اللي فيها كل المعلومات موجودة، اللي هي www.nordubai.ae. نعم دكتورة، نحن يعني الحديث في جانب نور دبي، الحديث في الأعمال الخيرية اللي تقومون بها ما شاء الله، وجميل أن تذكرتي دكتورة بأن أفراد المجتمع بإمكانهم المساهمة وليس فقط بالمال، فإمكان الأشخاص أنهم مثل ما ذكرتي دكتورة يمكنهم التطوع سواء داخل الدولة أو خارج الدولة، وكذلك يمكنهم أيضا أصحاب الخير التبرع عن طريق الرسائل النصية القصيرة أو عن طريق موقع مؤسسة نور دبي. نحن دكتورة نقول يمكن الحديث عن نور دبي يعني يطول، ولا يعني الوقت أكيد بيداهمنا، ولكن لا ننسى أيضا دكتورة دورك الكبير كمدير تنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية. دكتورة حثينا أيضا يمكن للمستمعين قطاع الرعاية الصحية الذي يشمل جميع المراكز الصحية في إمارة دبي، فنحن بنعرف دكتورة إنجازات هذا القطاع على يعني على مدار السنوات الماضية. قطاع مميز موجود في كل منطقة سكن، يعني كل يعني هو الأقرب. بالضبط، يوم نقولكم مركز البرشة الصحي، مركز ند الحمر الصحي، نحن نتكلم عن قطاع مثل بيته، قريب من بيته، يعني أريح لنا يروح لمراكز الرعاية الصحية الأولية. نعم، فنحن نقولكم قطاع الرعاية الصحية اللي تديره دكتورة منال تريم هو عبارة عن هذه المراكز الصحية الممتدة على يعني على مدار يعني على إمارة دبي. فنقول دكتورة شو إنجازات هذا القطاع إذا بنتكلم بمناسبة احتفالاتنا باليوم الوطني وبإنجازاتنا؟ طبعا نحن فخورين، لأن لما تشوفين تاريخ الخدمات الصحية في إمارة دبي أو في أي دولة ثانية دائما يبدأ بالرعاية الصحية الأولية في الأربعينات. لو بتخلوني تسمحوا لي أن أخبركم شوي عن تاريخ الصحة في إمارة دبي. انتشر عندنا وباء، الله يسلمكم ويسلم السامعين، كان الكوليرا. وكان هذا الانتشار كان ما في دكاترة مختصين بهذا المرض أو بالأوبئة. ففي هذه الأيام كان في طلب من الشيوخنا بأنهم للحكومة البريطانية اللي كانت تدعم دولة الإمارات في الأربعينات،
بفتح مستشفى خاص بالأوبئة، وكانت أول عيادة رعاية صحية أولية أو رعاية مجتمعية في سوق الراس. وكانت يعني الخدمات اللي يقدمونها غير الفحص كانت التحصين من مرض الكوليرا. فكانت هذه البدايات، ومن بعدها مستشفى آل مكتوم اللي كان أيضا يركز على خدمة الرعاية الصحية الأولية. ومن هناك بدأت التوسعة وفتحنا المستشفيات، وفتحنا تقريبا الحين عندنا 12 مركز صحي موجودين في المناطق السكنية، طبعا موزعين حسب التوزيع الجغرافي لإمارة دبي. وما زلنا نحن الحمد لله قاعدين نوسع مع التوسعة السكانية في الإمارة. الخدمات أو الإنجازات اللي توصل لها قطاع الرعاية الصحية الأولية في 50 سنة الماضية عديدة، نذكر منها الآخر الإنجازات اللي هي الأتمتة في الخدمات. فنحن ولله الحمد الحين عندنا الملف الإلكتروني، اللي قبل كان المفروض المريض من ينتقل من رعاية صحية أولية لمستشفيات كان المفروض ينتقل مع ملف الورقي، الحين صار كل شيء مثل ما تقولين بكبسة زر، كل مرتبط ببعضه. والحمد لله بيانات المرضى يعني في أماكن تخزين آمنة، وممكن نقلها لمصلحة المريض وين ما توجه المريض. فأصبح الحين المريض هو محور الخدمة وليس الخدمة نفسها. غير عن هذا عندنا التطبيب عن بعد اللي هي التلي هيلث أو مبادرة طبيب لكل مواطن، اللي نحن نقدم تقريبا في اليوم الواحد فوق 340 استشارة طبية مائية. يقدر المريض وهو قاعد في بيته يستفيد منها، ما في داعي إنه إذا كان مريض يطلع من بيته ويتوجه لأي مركز صحي ويقعد ينتظر موعده، وهو قاعد في بيته يقدر أن يتواصل مع الطبيب ويوصله دوالين عنده. غير عن هذا أن نحن لازم جدير بالذكر أن كل مراكزنا الصحية وخدماتنا مرخصة، عندنا 9 شهادات ISO، وعندنا طبعا نحن أكبر نتورك أو أكبر رعاية صحية أولية عندها اعتماد دولي بالJCI. ونحن أيضا عندنا الاعتماد الماسي الكندي لخدماتنا وللخدمات المنزلية. ولله الحمد نحن الحين متوجهين لـ50 سنة الجاية، في عندنا فتح مراكز جديدة اللي هي أم سقيم والقصيف وأبو هيل، اللي راح يكون فيها خدمات متميزة أيضا، خدمات مؤسمتة، خدمات جديدة يستفيد منها المجتمع كله. نعم دكتورة، خدماتكم الإلكترونية اللي قمتوا بها على مستوى يعني قطاع الرعاية الصحية الأولية، وهذا الملف المهم جدا. قبل يعني كنا ناخذ وقت طويل لين نقول حق الدكتورة والله هذا الدواء ما يناسبني وهذا ما يناسبني وهذا، الحين المريض ملفه ينتقل معاه مثل ما ذكرتي، تاريخه الطبي موجود عند الدكتور بضغطة زر، وكذلك طبيب لكل مواطن خدمته فئات كبيرة من المجتمع. يعني على أقرب مثال لو بذكر لكم، الوالد أمس يقول لي ترى أنا خلصت فحوصاتي. قلت له زين بوي متى مداك تصير المستشفى تأخذ الفحوصات؟ مطرش لي يقول لي شو فيهم يعني فيهم شيء ولا هذا؟ قلت له كيف يعني؟ كان يقول لي شوفي ترى خلاص الحين ما نصير يتصلون فينا طبيب لكل مواطن ونخلص. قلت له يلا، قلت شوفوا يعني حين أبوي ما شاء الله عليه الكبير يستخدم طبيب لكل مواطن ومريح عمره ولا راح المركز الصحي ولا شيء. فنقول هذه الخدمات خدمة فئة كبيرة من المجتمع، والجدير بالذكر أن أنتم كنتوا تتنبؤون بالمستقبل، وهذه الخدمات كانت موجودة حتى للي ما يعرف أن نحن قبل كورونا كنا نروج لهذه الخدمات. وكذلك دكتورة الاعتمادات اللي دائما تحصلون عليها يعني، وكل تطلعاتكم للمستقبل جميلة ومشرقة كمثل ما نقول إشراقة دولتنا. دكتورة الحديث معك يطول يعني، يمكن باقي لي دقيقة ولازم أختم. شكرا لك على هذه المعلومات الجميلة اللي أثريتي فيها برنامج صحة وسعادة، وعلى كل الخدمات اللي تقدمونها. إن شاء الله دكتورة مأجورة على خدماتك. ما شاء الله ماسكة شيئين مهمين على النطاق المحلي والعالمي. أكيد. ودكتورة أنا يعني إذا بتكلم يعني ما بخلص عن قطاع الرعاية الصحية الأولية، وأمس كنت في حديثي يعني قبل ما أختم اليوم أيضا دكتورة، أولا أشكر لكم هذه الجهود المبذولة. وفي الختام إن شاء الله بذكر موقفي مع مركز الممزل الصحي. دكتورة شكرا لك على وقتك وعلى هذه المعلومات الجميلة. أشكركم وأشكر اهتمامكم بالخدمات، وأهنيكم
باليوم الوطني وهني المستمعين، وإن شاء الله 50 سنة الجاية يشوفون تطورات أكثر تخدم المجتمع وتخدم الإنسان وين ما كان، سواء داخل الدولة أو خارجها. شكراً لك أعزائي المستمعين. كانت معنا الدكتورة منال تريم، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية، وكذلك المدير التنفيذي لمؤسسة نور دبي. أنت قلتي إن دكتورة منال تعتبرينها مثل يعني رول موديل، بس هي لكل الشباب تبين الصدق، يعني كل المرأة الإماراتية الشابة دائما تشوفها كشخصية تتمنى توصل مثلها، دائما تقول ما شاء عليها شعلة من النشاط، موجودة في أكثر المكان حتى عيادات المطار. أنت تشوفيني كيفية اليوم رغم الظروف والتحديات هاي البرنامج في نص البرنامج، أحس أني قمت بأحد إنجازاتي العظيمة، لأن لقاء دكتورة منال تريم والاستفادة من حديثها، وهذا يعكس أسمع على قطاع الرعاية الصحية الأولية والموظفين هناك يوم تشوفينهم كيف يرحبون فيك وكيف يخدمونك. هذا ما إلا من قيادة أسعدت هذه الفئة من المجتمع وخلتهم يقدمون خدمات صحيح. جميلة. المخرج سعيد المر اليوم زعلان على الدقيقة، بس أعزائي المستمعين الحديث في اليوم الوطني يطول، ومخرجنا بس زعلان يبالنا نختم، فأسمع الكلمة لتش شو تقولين في ختام البرنامج؟ في ختام البرنامج نتمنى من جميع الاستمتاع بأجواء اليوم الوطني، لكن مهم جدا الالتزام كذلك بالإجراءات الوقائية، بالأخص لبس الكمامة. صحتكم غالية وانتم غالية على بلادنا، ونتمنى لكم الصحة والسعادة. أعزائي المستمعين، أشكر فريق العمل في هيئة الصحة بدبي، وكذلك في الإعداد والتنسيق أشكر زميلتي ميرا الأغفري، وكل الشكر لمخرجنا المستعير اليوم سعيد المر، ودمتم دايما بصحة وسعادة.